يوم الأحد الماضي الرئيس السيسي قال كلاما مهما في رسالة لصندوق النقد الدولي. هناك إحساس بالغبن من شروط هذا الصندوق. الرئيس طالب الصندوق بمراجعة موقفه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، وقال لابد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل. الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي، وإحنا أيضا في هذا الأمر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس أنا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية عما كنا نحن عليه الآن. أما البرنامج الحالي اللي إحنا شغالين فيه وده مهم، ودي رسالة بقولها لينا ولمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، إن إحنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال إن هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات أو القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الأمر. طب ما إحنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه ان ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي انا بتكلم عليها ديت. ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8 شهور الماضيين، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمدة سنة كمان نتيجة التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى اذا البرنامج اللي احنا متفقين بيه مع الصندوق، وده امر مهم انا بقوله للحكومة وبقوله لنفسي، إذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق. كلام واضح وكلام صريح من رئيس الجمهورية، من رأس الدولة المصرية. طيب كلام الرئيس ماذا يعني؟ أولا يعني أن مصر غير راضية على الشروط المجحفة لصندوق النقد، ويعني ثانيا ان الرئيس لما يقول اذا كان الاتفاق هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق. 3، كلام الرئيس هو ايضا رسالة للحكومة، يا حكومة راجعي الموقف مع صندوق النقد. مش كل اللي بيقولوا صندوق النقد لازم ننفذه، هناك شعب وناس بتعاني من تعويم الجنيه ورفع الدعم بشكل سريع وغيره وغيره. الصندوق عاوز يخرب البلاد، الصندوق عايز يثير الفوضى، علشان كده الرئيس اتكلم بكل وضوح لازم نراجع الاتفاق مع الصندوق لان وضع الناس في وضع غير محتمل، ده امر مرفوض. أنا أذكركم لما الرئيس قال قبل كده الشعب المصري يستحق وسام الصمود والصبر. فعلا يا رئيس الناس اتحملت كتير وصبرت وصمدت عشان عارفة انها بتواجه تحديات، وعشان الناس عندها ثقة في سيادتك. لكن زي ما سيادتك قلت، الناس قبل كده ناس تعبانة جدا لأن صندوق النقد ده بلا قلب حقيقي، يعني الأهداف بتاعته معروفة. على كل حال هكمل معاكم، لكن معانا